وصلنا شي طالعين 8 سنين وبشتغل هون بالحراقات عشان عايش اهلي وعايش خواتي. عنا زحمه راحوا لي 4 أخوة قتلوا النظام. جيت لهون انا الكبير الكبير الله بعيدتنا اما اشتغل بالحراقات مشان عايش اهلي. اما اخذ جمعيتي 20,000 يدوب وتكفينا لولا اهلي وعلينا دين وعلينا نشتغل جبارنا نشتغل بالحراقات ما يبيدنا الشغل نشتغل وبقلنا بريد مدرسة خاص ما قعد بيا بيد اقعد بيا بيد اشوف قلبه بس ما بيدي ما بحسن اشتغل اعيف اهلي خواتي يشتغلوا انا ما اشتغل هلق بالشتاء وبالصيف مشان عايش اهلي. غازات نسحب غازات وصدرنا على طول برجع من الغاز ومن الدخان والجير وكل هاي صدرنا على طول بسكر منه. بحلم انه اشيل قلم ودفتر وبالمدرسة احسن من الحراقات وبين المازوت وبين هالريحة. بحلم انه العب مع صديقاتي بالمدرسة وندرس ونتعلم ما مثل العالم نتعلم ونحن قاعدين نشتغل حراقات. صار 4 سنين عم اشتغل حراقات. صار لي 2 سنين غايب على المدرسة وعم بشتغل هون مجال التلميع بجهز تلميع وبلحم وصار لي شي تقريبا 2 سنين غايب على المدرسة. شي 3 سنين وتعلمنا هذا المجال ان شاء الله واطالب جمع 60 ليرة يعني وهيك احطها مع مصروف البيت عشان نتعاون. احلامنا دمرتها الحرب كلياتها. انا هلا ما بهمني لا دراسي ولا بس همني المصلحه هاي. خسرت ابوي وانا عمري صغير ولما نزحنا خسرت امي وهلا عم اشتغل في الحديد وشكر ما عايش اخواتي ويعني صرت انا اب وام لهم
وشغلي من 6 الصبح ل 6 المساء. بعد ما خلص شغل الساعة 6 المساء روح على البيت لأخبر لأخواتي. أنا انجبرت أشتغل بمعمل حديد كرمال إخواتي يكملوا دراسة، لأن هني ما لهم ذنب بشيء إنه حرموا مثلي من الدراسة. بعيش فيهم يعني بعيش فيهم وبعيش اخواتي، وصح الامور صعبه بس شو بدنا نساوي، هاي الحال الدنيا.